Buenos días. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم تشوفوا معي الطاجين مغربي. والله وش غادي نقول لكم، سوسي ولا فاسي ولا شرقي ولا المهم تقريبا الطاجين هو اللي مهم. والطريقة ديالي يعني الطاجين أنا كنديرو بعدة طرق. هذه وحدة، يعني كنقلي اللحم وواحد ثلاثة تاع المعالق ديال زيت العود، نقلي فيه اللحم مزيان، عاد ندير البصلة ندير الخضرة كما غادي تشوفوا معايا. وكاينة الطريقة الثانية اللي كديري كل شيء في مرة، يعني كندير البصلة نفرش البصلة وندير فوقها اللحم وندير الخضرة ونجمع ونسقيهم بالماء والعطرية كما غادي تشوفوا معايا حتى في هذا. وكاينه الطريقه الاخرى اللي الدجاج، ندير الدجاج والزبيب والبصله فقط. يعني الطياب ديال الطاجين فيه واحد البنه مختلفه عن الكوكوت. نتمنى ان الطريقه تعجبكم. الطاجين ديال اليوم راه باللحم تاعي ودرت البصله كما راكم تشوفوا معايا. هذه الثوم ما بقاتليش الثوم خضراء، درت الثوم يابسه ومطحونه اللي كتبه. والخضره درت الخيزو والبطاطا والنابو. والله ما لفت وخيزو والبطاطا والزيتون. المهم انا عارفه بلي المغاربه كامل كيعرفوا يديروا الطاجين تبارك الله عليهم، كلشي حادقين، بغاو يكونوا نساء وبغاو يكونوا رجال. وهذه انا عندي الاصدقاء ديالي اللي كي اسبانيين اللي بغاو، يعني عندي واحد صديق شرا الطاجين ولكن دايرو ديكور، قالك ما زعمش يدير طاجين مغربي. المهم قلت له ها هو غادي ندير الفيديو ونوريه له نشوفو كيدير كيطيب الطاجين. والطاجين الا بغيتوه يجي بنين خاصو يشرب الروا ديالو نهائيا، وبحال اللي دخلو ديك النسمة تاع الحرق، بحال اللي بغا يتحرق، يعني تحمر تجمر مزيان من الداخل. وهنا انا راني دايره شوايه، عندي واحد الشوايه قديمه كنديرها فوق النار باش ترفد الطاجين الفوق شويه، ما يبقاش قريب للنار. وهذا الطاجين اساسا عنده واحد الزنكه لتحت، عنده واحد الحديده لتحت كتهز عليه حتى هي النار. والمهم اللي بغى يشوف الطاجين كيدير ما يترتقلوش ما يتهرسلوش، الا بغيتو ندير لكم الطريقه. انا هذا الطاجين راه عندي تقريبا في عامين، وكل مره كنطيب فيه والحمد لله ما تشق ما تهرس ما حتى شي حاجه. فيه واحد الضربه لداخل تنديرو الى كتبوا شي نهار نبدي الطاجين من الاول نوريها لكم. المهم خويته وحطيته في نغسل الصوالح وطاح لي عليه واحد الكاس كبير، يعني ما تشقش بالنار ولا شي حاجه، واخا هكاك باقي شاد راسو كيطيب ما كيخرج ما كيخرج حتى شي حاجه. المهم تفرجوا معايا ونتمنى انه يعجبكم. Hola y muy buenas. La receta de hoy es un tajín marroquí, tajín árabe con verdura y carne. Tajín, como podéis ver, yo en esa ocasión he puesto la carne a freír, le he añadido cebolla, ajo granulado porque no tenía ajo crudo, o bien lo seco normal de toda la vida, y la verdura nabo, zanahoria, patata y aceitunas. Espero que la receta os guste y me dais un like. Bueno, el tajín se puede hacer de muchas maneras, con una variedad de carne. Por ejemplo, puedes poner pollo, puedes poner carne de ternera o carne de cordero o pescado. Pero la manera depende de cada uno cómo la hace. Yo hoy he freído la carne, pero en otras ocasiones ponía la cebolla por debajo, encima la carne, todo en crudo, encima la verdura que queréis poner. Podéis poner solo una variedad de verdura, como puedes mezclar muchas verduras. Cuanto más gusto para la gente que le gusta la verdura. Espero que os guste, muchas gracias por todo y ya nos veremos. ملح.
pimienta, comino, cúrcuma, pimienta, comino, cúrcuma, ya está. الخرقوم والفلفلة والكمون الجنجبير سكينجبير كتعجبني الحرورية ديالو. واحد الكاس تاع الماء هكا الى جا نقي نزيدو شويه الماء على حساب الطاجين غير نقصرو البطة نزيدو لو كاس اخر تاع الماء نغطيو عليه ونخليوه يطيب هكا صافي. شوفو شحال تاع الوقت غادي يجيو. الطاجين ديالنا ها هو وجد راه غادي يطبخ بالصحة والراحة. المهم هي الطاولة درت معاه الطبسي ديالي فيه مطيشة والحار والدراري مطيشة والبصلة سلاطة والقلة ديالي. شوف المهم القلة تهرست لها المغطاية ديالها درت لها هذه نتاع العطرية ولكن ملي كان بغي نخوي الما كنحيدها جات قدها نيشا ما سخيتش نرميها لان ما عندهاش المغطية ما تصلحش. بوينو الخبز المهم بالصحة والراحة. نتمنى ان الطاجين يكون يعجبكم والى اللقاء. بوين بروفيتشو اسبيرو كي غوستا طاجين ماروكي كون فيردورا اي انسالادا دي توماتي سيبويا اي لو ميو سي توماتي اي بيكانتي. Buen provecho y hasta la próxima. Adiós y hasta luego.